عبد الله من مصر معايا. اهلا استاذ عبد الله. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا وسهلا بيك يا سيدي، اتفضل. يا مرحبا بك. انا بس نفسي بس حاجه واحده اطلبها من سعادتك بس، وايه وتخلينا مظبوطين يعني مع بعض. نفضل مظبوطين ان شاء الله، طالما انت مظبوط كلنا مظبوطين. اتفضل. ان شاء الله. دلوقتي سعادتك يعني ما عداش عليك الخبر بتاع صندوق النقد الدولي اللي اشاد باقتصاد مصر ان هو قدر يواجه الازمات بما فيها ازمه كورونا. طب استنى يا ابو عبد الله، ما جاش عند سعادتك. استنى يا ابو عبد الله، ثواني يا عبد الله. يا جماعه في الاعداد لو سمحتوا بحثولنا عن صندوق النقد الدولي اللي بيشيد بالاقتصاد المصري، بس انا نفسي اعرف يشيد بيه على اي اساس يا استاذ عبد الله؟ والاف على اساس الاصلاحات الاقتصاديه اللي تمت يا استاذ احمد. يا ريس الاصلاحات اللي تمت. بس مش ربنا عرفوه بالعقل؟ اتفضل. مش ادي الجمل وادي النخله، مش قالوا كده؟ اه. طيب انت دلوقتي كنت ناوي تنقل في شهر 6 اللي جاي على العاصمه الاداريه الجديده، لغيت الموضوع واجلته سنه، صحيح؟ حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا باشا. يعني هيفتح ازاي وفي وباء منتشر زي كورونا يعني اللي العالم كله بيعاني منه؟ لا انت مش بتفتح، بتاجل مش علشان الوباء، انت بتاجل عشان معاكش فلوس. لا انا باجل عشان الوباء يا استاذ احمد. لا عشان معاكش فلوس. صح، عشان معاكش فلوس تكمل يا فندم. لا معايا فلوس، ومعايا فلوس كويسه جدا كمان. لا معاكش حاجه. مين قال لك الكلام ده؟ معاكش حاجه والله. هقول لك اللي قالته سكاي نيوز تاني، ان الاحتياط النقدي المصري بيتاكل علشان كورونا. سكاي نيوز بتاع دبي يا استاذ عبد الله، مش انا اللي قايل الخبر. هاتوا لنا الخبر يا جماعه لو سمحتوا. اسبوع واحد تاكل 7 مليار دولار. انت دلوقتي انا اتاكل عندي 5 مليار. يا ريس انت معايا؟ ده صندوق النقد او فريق الاعداد دور على صندوق النقد بيتكلم عن مصر، لقوا اخر خبر كان 13 فبراير. صندوق النقد بيقول مصر بحاجة إلى موجة جديدة من الإصلاحات. ده من على سكاي نيوز. أما لا أشادوا ولا أبادوا ولا عملوا حاجة. تمام يا عبد الله؟ موجود. يعني ابعتوا لنا يا سيدي. بس أنا مش عارف إزاي حضرتك مصر إنه بيشيد. هو دايماً صندوق النقد بيشيد، ومنظمة الصحة العالمية بتشيد، وأنجيلا ميركل بتشيد، واسمه إيه ده؟ ترامب بيشيد، وبوريس جونسون وكل الناس بتشيد. طب ما الناس عايشه في الواقع وشايله طين، يعني انت تشيد بتشيد بايه والناس اصلا مش لاقيه؟ يا راجل تعال ادخل على الواتساب بتاع برنامج قالوا مكملين وشوف اكتر من 60,000 عايزين مساعدات. احنا مش بنمن ولا حاجه، بس بقول لك حاجه كده على سبيل المثال يعني. طب تعالى يا ابو عبد الله، يا عم عبد الله لو لسه معايا. ستراد فور، مصر تراجع اقتصادي بسبب كورونا ينذر بزعزعة نظام السيسي. 2/4/2020. ها؟ لا مش هقرا، هو يخش يقرا بقى، عنده المقالة اهو. وموقع ستراتفور الامريكي قال ان النمو الاقتصادي في مصر تباطأ في الربع الاول بمقارنة باللي حققه السنة اللي فاتت عشان العبء السياسي اللي بدأ يبقى كبير على السيسي في حال استمرار. استاذ احمد مش مصر هو بقى لحلق. ايوه بس مصر اقتصادها قوي متحمل الحاجات دي كلها، بدليل ان هو بيزرع وبيدعم وبيعمل الكلام ده كله. لا انت ليه ما بتشدوش من الكلام ده؟ لا 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 حضرتك يا فندم، يا عم عبد الله، عم عبد الله لو انا اسف في اللي هقوله ده، لو حضرتك مضحوك عليك مش لازم يضحك عليا زيك. لو انت شايف السنه اللي فاتت عشان العبء السياسي اللي بدا يبقى كبير على السيسي في حال استمرار. يعني استاذ احمد مش مصر هو بقى لحلق. ايوه بس مصر اقتصادها قوي متحمل الحاجات دي كلها، بدليل ان هو بيزرع وبيدعم وبيعمل الكلام ده كله. لا انت ليه ما بتشدوش من الكلام ده؟ لا 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 حضرتك يا فندم، يا عم عبد الله، عم عبد الله لو انا اسف في اللي هقوله ده، لو حضرتك مضحوك عليك مش لازم يضحك عليا زيك. لو انت شايف ان هو بيساعد العالم عشان هو قوي، لا هو بيساعد العالم عشان هو ضعيف عايز يظهر بصورة القوي. تمام؟ هو انت عاوزه بضعيف، بس هو مش ضعيف، هو قوي جدا. قوي جدا. ما اديني اماره. أيوة. اديني اماره. عم انت بتاخد كام؟ انت موظف فين وبتاخد كام؟ انا باخد 3000 جنيه مرتبي. 3000 جنيه؟ ايوه. بتشتغل ايه يا عم عبد الله؟ انا موظف الدوله. موظف الدوله بتاخد 3000 جنيه؟ ساكن بكام يا عم عبد الله؟ لا ساكن في كام؟ فين ولا بتعمل ايه؟ عندي بيتي، انا ليا بيتي، انا قاعد في بيتي. طيب عايز اقول لحضرتك ال 3000 جنيه اللي حضرتك بتتكلم عنهم كموظف دوله مش هقول لك انت فين ومش هشكك فيك خالص.
3000 جنيه بتوع حضرتك دول 180 دولار تمام؟ 180 دولار يعني في زي حضرتك كده ناس تشتغل مش هقول لك في امريكا في دبي بتاخد في الشهر 3-4000 دولار موظفين دول. والدنيا اللي حكماني هنا انا ماله مال اوروبا ومال دبي. عظيم خالص برافو عليك. الدنيا اللي حكمك هنا في موظف زي حضرتك كده بياخد 40-50 ألف جنيه في الشهر عشان هو شغال في الشرطه ولا شغال في الجيش ولا شغال في الاعلام. لا الاعلام بياخد لا اكتر من كده بكتير. معلش في ده رزق. طب ما هو طالما رزق مالكش فيه ما تقعدش تشكك بقى في العالم وفي الكلام وتقول احنا كويسين. لا انت مش كويس. لا انت وضعك صعب. لا البلد وضعها صعب ومش بكلامك ولا بكلام احمد موسى. مش متهيألي يا عم مش حاطين في دماغنا ولا حاجه. الله يصلح حالك. احنا بنتكلم عشان مصلحه الناس. والحكومة تفشل وكل هي انا مش عايزها لا تفشل ولا تنجح. هي فاشله لوحدها. انا في موضوع كورونا ده مش عايزها تفشل. انا عايز موضوع كورونا يعدي عشان البلد والناس. انا الحكومه مش حاططها في بالي دلوقتي في ازمه كورونا دي. شكرا ليك يا عم عبد الله والله متشكرين لمشاركتك. ابو محمد من القاهره معايا. ابو محمد اخبار الوضع الاقتصادي ايه في مصر؟ يا ريت يكون كويس زي ما قال عبد الله. ابو محمد معايا؟ يا جماعة أبو محمد معانا ولا فقدنا الاتصال؟ طيب